وحول هذا الموضوع أكد السيد خالد جاسم المالود رئيس شؤون الحج والعمرة والأمين العام لبعثة مملكة البحرين للحج بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تم دمج أكثر من 60 حملة في 8 حملات بحرينية، ويسهم هذا القرار في جعل الخدمات كلها بمستوى واحد وراق. تم استكمال كافة حصة مملكة البحرين والبالغ عددها 2094 حاج لدى 8 حملات رئيسية بعد تنفيذ قرار الاندماج، وهو اندماج أكثر من 60 حملة مع بعضهم البعض، 5 حملات فما فوق، ليصبح عدد الإجمالي للحملات 8 حملات فقط. هذا الأمر حقيقة أدى إلى تخفيض الأسعار من جهة ما يترتب على الحملات من مصروفات إدارية وخدماتية تقدم للحجاج. من جهة أخرى يسهم هذا الأمر أو هذا القرار في رفع مستوى تقديم الخدمات من قبل الحملات للحجاج في المساكن والمشاعر، بحيث تكون الخدمات كلها في مستوى واحد راقي يستفيد من خلالها الحاج.